طب ليه حضرتك ما تفتحيش باب التأجير؟ ممكن تسمحي له هو يأجر، حتى هو لا هيستفيد حضرتك، دي وهيفيد وحدة مدعومة أنا بعملها وبدفع فيها دعم عشان واحد محتاجها، لو هو واخدها عشان يتاجر فيها يبقى يشتري من السوق. مش حضرتك يتاجر، هو ممكن يكون خدها مثلا بس هو مش عارف يتنقل لها، واحد تاني شغال المصنع لا ما خدها ومش عارف يتنقل لها، يبقى ما كانش قدم عليها. مش قادر ينقل عيلته، مش قادر هو اللي ينقل، يعني قدم ليه فيها يا استاذ؟ فبيأجر. لا لا قدم ليه فيها يا استاذ؟ قصدي على اللي اجر منه برضه، ما هو لا مستحيل، احنا كده عملنا حل مشكله. اللي تقدم لوحده وهو مش محتاج يسكن فيها اجرم، لانه خد دور واحد تاني محتاج السكن وعنده حاجه ملحه، دي مش شقه استثمار. اللي عايز يشتري حاجات يتاجر فيها يتقدم للمحاور الحره والمحاور الاخرى، ما عندوش اي نوع من انواع الحصر. انما انا بحط هنا البرنامج ده محطوط فيه عشرات المليارات، عشرات المليارات، 16 ونص مليار جنيه تمويل و3 مليار جنيه دعم نقدي مباشر، بخلاف دعم الفايده. دعم الفايده على 20 مليار جنيه دول يجي اكتر من 20 مليار زيهم في ال 20 سنه. واخد بالك حضرتك بندفع دعم قد ايه عشان واحد ناس تاخد الحاجه تتكسب منها وتمنع عنها الناس اللي محتاجينها؟ تمام، ما اقدرش اسمح بكده.